على هذه المبادرة وعلى هذه المساعدة في حقنا ضل حر مهرجان السي عبد الصمد الكنفاوي. الدورة ديالو 11 كان في مستوى كان رائع للمسؤولين اللي حضروا معنا على من الأمن والأمان ومساعدة والطرق الملكة للوقاية المدنية والسلطة المحلية. وكنشكركم وكنحييكم عامل صاحب الجلال وملكنا الغالي الله ينصره، تحياتي لك ألف لعرائش أمرسي. بالنسبة لكم عندكم واحد المسؤولية كبيرة في الحفاظ على التراث الجبلي، يعني بعد وفاة رواد الفن الجبلي العيطة الجبلية، إضافة إلى ذلك اعتزال بعض الفنانين بالأخص حاجي سريفيل اللي اعتزل أخيرا، وأنتم عندكم واحد المسؤولية كبيرة، يعني كيفاش تحافظوا على التراث هذا؟ شكرا مرة ثانية ألف لعرائش على هذه الكلمة الطيبة وعلى هذا الانتباه في حق التراث الجبلي وفي حق العيطة الجبلية. كنحيي الصحفي اللي متبع مع جنود الخفاء وجنود الجبلي العيطة الجبلية ولا الأغنية الجبلية عمرها ما تموت. الحمد لله كاينة فنانة غني على تعريف، كيبقى حظ وكيبقى كل واحد فين في كيمشي. راه كاين شي اللي كيخدم في طنجة، كاين اللي في عريش، كاين في أيامات كنا في سالودانت، كنا في تونات، معنا حصادة مرموقين سي محمد الشراوي اللي كيحافظوا على هذا التراث الحصاد التراث بلادنا. ما بجهد الله ما غنخليوهش يموت، هذا التراث غادي نحافظوا عليه. وبزاف ديال الناس اللي هازين هذا المشعل، بزاف الا غادي نجي نعود بزاف غيبقى شي واحد فيه الحل، ولكن الحمد لله راه كاين الخلف. واخا بزاف ديال الفنانين الله يرحمهم ماتوا، ولكن كاين الحمد لله بزاف ديال الفنانين. كاين عبد العلي التوناتي، كاين عبد الوزاني، كاين عزيز الوزاني، كاين محمد المساري، عبد العلي التوناتي، كاين السقدلي، كاين علقمه الوزاني، كاين بزاف ديال الفنانين، رشيد الشمالي، بزاف ديال الفنانين اللي كيحافظوا على التراث. وكاين المشعل وكنشوفوهم من بعيد، غادي يكون ان شاء الله يا ربي واحد الخلف جميل غيشد واحد المشعل، وما غتموتش العيطه الجبليه، غتبقى الى الابد. نعم، لاحظنا بالنسبه دائما الفن العيطه الجبليه كان فيها يعني الرقص والمشاركه ديال الراقصين داك الشيء، لاحظنا بان درتي هاد الحصاده. يعني شكرا على الانتباه، يعني وبالاخص كانت انت المشاركه ديال النساء وداك الشيء، يعني واش ممكن تطوروا هاد يعني شكرا حيت كاين الاستعراض كاين الغناء والاستعراض كنطوروا هاد انفو العرايش او العرايش انفو على هاد الكلمه وعلى هاد المبادره. شكرا بزاف على الانتباه. احنا الفنانين مثل ديال العيطه الجبليه كيبقى الاختصاص، الفنان كيختار واحد اللوحه اللي ما كتبانش بزاف، بالنسبه للنساء ربما كتشاهدهم في الشاشه، ربما كتشاهدهم في العراس، ربما كتشاهدهم مهرجان اخرى مهرجان اخرين، ولكن هذه اللوحه ديال السي محمد الشراوي الحصاد اللي معايا، فنانين مرموقين وغنيين على التعريف، كان اخترت انا هذا الفن اللي هو كيمشي معايا ديما في اي بلاصه، لا القناه الثانيه ولا القناه الاولى ولا التالودانت ولا بزاف ديال البلايص اللي كنحافظ عدو الله مجتمع بالضبط على هذا الحصاد، حيت بزاف ديال الشباب ما كيعرفوش كيفاش كان الحصاد. اليوم الحمد لله الامور تطورت، ولات الماكينه ولا داك الشيء كيجيك الزرع حتى للدار. حنا كنوريو للشباب، بزاف ديال الشباب اللي ما كيعرفوش هذا الشيء، ربما داخل الوطن وخارج الوطن ما كيعرفوش كيما كان الحصاد، كان الحصاد بالصلاه والسلام، وكان الحصاد بعيوع، وكان الحصاد تجاوب ما بين المراه والرجل، فيه الزواج، فيه علاقه، فيه عائله، فيه بزاف ديال الحوايج. اللي كنلاحظوا وجه اخر ديال عبد السلام الساحلي بريكدوم هو الفاعل الجمعوي اللي كيساهم في التنشيط الثقافي ديال القصر الكبير، اقامه مهرجان يعني هذا المستوى يمكنش نقول فين ماشي في هذا المستوى المهرجانات. على الكلمه الطيبه كنحييك صراحه الله، راك متبع معنا، راك طوب بلاص طوب العريش انفو صراحه الله، تبعتي معنا مزيان وحسيت بالسؤال في حق هذا المهرجان وفي حق فاعل الجمعاوي. ان شاء الله يا ربي احنا باقي لنا الدوره هذه 8 هذا العام، هذا درنا الدوره 7، وان شاء الله يا ربي غادي تكون الدوره 8 قريبا، غادي يكونوا نجوم كبار منهم ربما نديروا تكريم.